تعرف على طريقة وكيفية إيجاد المرسل المزدوج على هاتفكم سامسونج؟ قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى أسفل والضغط هنا على الميزات المتقدمة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المرسل المزدوج، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المعلومات للمرسل المزدوج، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.